السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم الجزر بعد شهر بالضبط من زراعته، وان شاء الله حنتكلم عن كل المعاملات الزراعية اللي لازم نقوم بها في هذه المرحلة. فاتمنى قبل ما نبدأ حلقتنا اتمنى تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو اذا كان عجبكم، اتمنى تشاهدوا كل الخطوات. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذا الجزر اللي زرعناه، ان شاء الله حتلاقوا رابط الزراعة في صندوق الوصف، اتمنى تشاهدوه حتى تعرفوا الطريقة. فطبعا مثل ما تلاحظ امامكم بدأ الجزر بيطلع الاوراق، لو لاحظنا هذه اوراق الجزر، ومثل ما تلاحظوا امامكم هذه ثلاثة خطوط. طبعا احنا في هذه المرحلة حنبدأ نخفف الشتلات هذه مثل ما تلاحظ امامكم، نبدأ نخفف ونترك يعني شوية منها فقط، واحنا طبعا ما اعطيناش اي دفعة من السماد، وان شاء الله ابتداء من يعني ابتداء من اليوم حنبدأ ان شاء الله نعطي دفعة كل اسبوع، دفعة من سماد اليوريا اي النيتروجين مثل ما تلاحظ امامكم، حتى النبات حتى يعني بيسهل عملية النمو. والخطوة اللي بعدها حيتم رفع الخطوط، يعني احنا ان شاء الله حنوريكم طريقة رفع الخطوط للنبات وحنتابع كل هذا. طبعا حناخو الفأس مثل ما تلاحظ امامكم وحنعمل هيك مثل ما تلاحظ امامكم، حنقوم مثل ما تلاحظوا امامكم بهذه الطريقة، وحنكمل الخطين ونفرجيكم الصورة. وطبعا مثل ما تلاحظوا هذه الصورة النهائية بعد ما اتمينا رفع التربة للنبات، والخطوة قبل الاخيرة حيتم التسميد بسماد اليوريا او النيتروجين مثل ما تكلمت في اول حلقة، اللي احنا لازم نعطي دفعة حتى تسرع عملية النمو. فطبعا مثل ما تلاحظ امامكم النبات سليم، مفيش اصابات مفيش اي، فقط احنا ان شاء الله حنتابع خطوة خطوة حتى ان شاء الله نحصل على الحصاد. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم حناخو طبعا هذا سماد اليوريا مثل ما تلاحظوا، وحنحاول نبعد اليوريا على النبات، لان احنا يعني لو حطينا هيك ممكن النبات بيحترق، حيتم وضعه هيك بهالطريقة مثل ما تلاحظوا. بجنب الساق مثل ما تلاحظوا امامكم. فقط. وهذه الصفة الثالثة. ومثل ما تلاحظ امامكم بعد ما انتهينا من التسميد مثل ما تكلمت ان شاء الله الدفعة الثانية الاسبوع المقبل، وبعدها ان شاء الله حنتابع التسميد البوتاسي. فطبعا يعني الخطوة الأخيرة هي حيتم ري النبات مثل ما تلاحظ أمامكم، وإن شاء الله حنتابعه بالتفصيل لغاية إن شاء الله الحصاد. وطبعا لو في سؤال اتمنى منكم تكتبوه في التعليقات بخصوص الجزر، وان شاء الله حنتابع كل المزروعات اللي ان شاء الله احنا اشترينا البذور، يعني اشترينا ان شاء الله البذور كل هذا
على خاطركم انتم، لانه انكم طبعا دعمتوا القناة، فشكرا جزيلا لكل واحد دعم القناة بالاشتراك او باللايك او حتى بالمشاهدة، وان شاء الله مستمرين في نشر المزيد من الفيديوهات، وان شاء الله هنتابع كل المحاصيل الشتوية، وان شاء الله هنزرع يعني في الصيف ان شاء الله مزروعات. فاتمنى منكم تعملوا اشتراك القناة فقط، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.